خلينا نروح نشوف تقرير عن مواجهة النادي الأهلي وميديا ملغاني، ونرجع نستكمل مع حضراتكم بقية فقرات هذه الحلقة. مع بدء العد التنازلي للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام ميدياما بطل غانا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، اختتم المارد الأحمر تحضيراته في القاهرة لتجهيز القوة الضاربة للموقع المرتقبة التي سيحل فيها ضيفا على منافسه لحصد نقاط المباراة وللحفاظ على تصدر المجموعة وضمان التأهل للدور المقبل. الجهاز الفني عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق الميران في إطار التجهيز الفني للمباراة المقبلة وتحديد مواطن الضعف والقوة لدى المنافس قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات الميران التي شهدت مشاركة بيرسيتاو وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي، حيث بدأ الثلاثي الانتظام في التدريبات منذ يوم أمس بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهم، فيما واصل الثلاثي محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم بعد الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا. تتوجه بعثة الفريق الأحمر إلى غانا صباح يوم غد الأربعاء برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الذي تم تكليفه من قبل المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة ضمن حملة الدفاع علق به الإفريقي.